نرجع لمباريات الجولة الحادية عشرة. عندنا مباريات الجولة 11 راح تكون على النحو التالي ابتداء طبعا من بكرة. بكرة عندنا الأربعاء الرائد مع الطائي والأهلي مع الباطن. يوم الخميس عندنا الهلال مع ضمك والفيصلي مع أبها والاتفاق مع التعاون والاتحاد مع الفتح. يوم الجمعة الشباب مع النصر والفيحاء مع الحزم. خلينا نتابع هذا التقرير. تفتتح غدا الأربعاء مواجهات الجولة 11 وهي أولى جولات الثلث الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ستقام مواجهتين في كل من جدة ومريدة. في جدة وعلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل يستضيف الأهلي نظيره الباطن في مواجهة ستمثل نقاطها ونتيجتها الشيء الكثير للجانبين. الأهلي يسعى لحصد نقاط الباطن وعدم الوقوع في فخ النتائج السلبية مرة أخرى بعد البداية المتعثرة التي خرج منها بانتصارين متتاليين تلاها تعثر بالتعادل أمام الهلال الجولة الماضية. على الجانب الآخر يتطلع الباطن لتجنب الخسارة على أقل تقدير وتعويض خسارته الأخيرة أمام الرائد من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر في الترتيب العام. الأهلي يسعى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية بينما يطمح الباطن للخروج من نتائجه السلبية. يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم مباراة تجمع الرائد صاحب الأرض والجمهور مع نظيره وضيفه الطائي. الرائد نجح في حصد 3 نقاط وتحقيق العلامة الكاملة على حساب الباطن بالأسبوع العاشر بعد الفوز والتغلب عليه بهدف دون رد. لكن إن شاء الله أنك تكون هذه بداية الانطلاقة الصحيحة وربك ييسرها. يسعى الرائد لتحقيق فوز ثاني على التوالي والخامس له في النسخة الحالية لاستكمال مشواره بشكل إيجابي في الدوري هذا الموسم. أما الطائي فيسعى لتعويض خسارته الماضية أمام الشباب ثلاثية نظيفة. فقد تجمد رصيده 7 نقاط ويتواجد في المركز قبل الأخير. مباراة الرائد حتكون صعبة لأن اليوم خسرنا. هي حتكون صعبة لأن اليوم خسرنا ونكون إحنا أكثر ضغط منهم. وإن شاء الله بإذن الله إحنا نقدر نفوز ونعرف من أنتو كالكات في مباراة الرائد لأن مباراة مهمة لنا قبل التوقف حرفياً يعني. يحاول الطائي أن يخرج بنتيجة إيجابية غداً ليقترب من المنطقة الدافئة ويهرب من مواقع الهبوط.